تعال حبايبي يلا نشوف الباراجراف بتاعنا واللي بيكلمني عن الفود تشين اللي هي السلسلة الغذائية، واللي طلب مني ان انا اكتب فيه 5 جمل. طبعا المفروض ان انا اكتب اكتر من كده، والكلام ده كله بيترتب على ان انا حافظ الموضوع كويس جدا. طيب احنا قلنا لما يكلمني عن الفود تشين يبقى لازم اول حاجة اظهر او ابين هو ايه فايدة الفود تشين. فطبعا لما اجي اكتب بشكل قلنا حبايبي لازم اول سطر اسيب فراغ، الاندنت الفراغ اللي بيبقى في اول سطر لازم اسيبه عشان ابين ان انا بعرف اكتب باراجراف. وهنا هكتب the food chain يعني السلسلة الغذائية دي shows. يعني ايه shows حبايبي؟ بتبين how plants يعني ازاي النباتات and and حبايبي معناها و animals. خلي بالك تاني سطر بقى ببدأ منين؟ برافو عليكم، ببدأ من اوله get their energy. يعني بتبين لي ازاي النباتات والحيوانات بتحصل على الطاقة. قلنا اول حاجة ان الشمس بتمد النباتات بالطاقة عشان تنمو، بحقول the sun. لاحظ بعد النقطة انا بدأت بكابيتال لتر، ما ينفعش ابدأ بسمول لتر. the sun provides حبايبي لازم اراعي الفراغ اللي بين كل كلمة وكلمة عشان يبقى خطي كويس. provides plants يعني بتمد النباتات with energy يعني بتمد النباتات بالطاقة to grow يعني لكي تنمو. الفلسطوب بتاعتي طبعا النباتات دي بنسميها حبايبي، برافو عليكم، بنسميها كائنات منتجة. فحقول plants، لاحظ ان انا بدأت بكابيتال لتر، are cold حبايبي معناها تدعى او تسمى producers حبايبي يعني كائنات منتجة. طيب قلنا مين اللي بياكل النباتات دي؟ برافو عليكم، insects and small animals. يبقى اذا هقول insects يعني الحشرات eat plants بتاكل النباتات. طيب الحشرات دي بنسميها ايه؟ برافو عليكم، قلنا بنسميها primary consumers. يبقى هقول they are called يعني هي تدعى او تسمى primary consumers يعني كائنات مستهلكة من الدرجة الأولى. طيب قلنا مين اللي بياكل الحشرات؟ اللي في حيوانات وحشرات كبيرة بتاكل الحشرات الصغيرة دي. فحقول animals يعني في بعض الحيوانات eat insects يعني في حيوانات بتاكل الايه؟ برافو عليكم، بتاكل الحشرات. طب دي اسمها ايه؟ هنقول they are called يعني هي تدعى او تسمى secondary consumers يعني كائنات مستهلكة من الدرجة التانية. طيب احنا قلنا بقى اخر نوع اللي هو tertiary. التيرشيري حبايبي اللي هي كائنات مستهلكة من الدرجة الايه؟ التالتة. يبقى هقول tertiary consumers eat بتاكل larger animals يعني بتاكل الحيوانات الاكبر. لاحظ بحط في الستوب وابدأ بكابيتال لتر. بعد كده حبايبي بيجي دور مين؟ الديكومبوزرز. ديكومبوزرز حبايبي اللي هي المحللات. قال لي ديكومبوزرز مالها؟ قال لي give nutrients يعني بترجع العناصر الغذائية to the ecosystem. ecosystem حبايبي اللي هو النظام البيئي، تاني ecosystem اللي هو النظام البيئي.
انا كده كتبت باراجراف بسيط جدا وسهل جدا عن الفود تشين اللي هي سلسلة الغذاء. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة انزل اشترك بسرعة وبلغ كل زمايلك وشير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد ان شاء الله. واشوفكم ان شاء الله في الدرس الثالث، وشكل ما قلنا احنا شغالين من كتاب المعاصر. Goodbye. سلام عليكم.